اليوم حابين نسولف وياكم وندردش على موضوع ارتفاع ضغط الدم في شهر رمضان المبارك. بخصوص ارتفاع ضغط الدم، أكيد هي حالة شائعة. أتصور ماكو بيت عراقي ما عنده رجل كبير، أو حتى ممكن في الفئات العمرية الصغيرة ما يعانون من ارتفاع ضغط الدم. أكثر المشاكل تواجههم راح يجي في رمضان، ويقول أنا شلون ضغطاني عندي ورمضان وشلون راح يصير هالموضوع، وأكثرهم يتخوفون يقول أنا والله برمضان راح يصير عندي ارتفاع ضغط الدم. بصراحة هو مو شهر رمضان هو اللي يسوي ارتفاع ضغط الدم، بس بسبب العادات مالتنا الغذائية السيئة هي المسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم وعدم السيطرة على الضغط. بشكل عام احنا من نحكي بخصوص أدوية الضغط، الحمد لله تقريبا اغلب أدوية الضغط ما فيها مشاكل الجرعة المتعددة. يعني احنا اكثر شيء من المرضى اللي خصوصا مثلا نقول مرضى السكري او مرضى الامراض الاخرى، اكثر المشاكل اللي تواجهنا هي الادويه المتعدده الجرع، لان ادويه متعدده الجرع ياخذ 3 مرات او 4 مرات راح يقول لك انا هاي شلون انا صيام هيك شيء. تقريبا هاي المشكله ما تسوي فد مشكله كبيره مع مرضى ضغط الدم، لان هي اغلب الادويه ممكن تكون تعطي جرعه واحده او جرعتين، فاذا جرعتين ما راح تكون مشكله انه حتكون ويا السحور والفطور، خصوصا انه الفتره الزمنيه بين السحور والفطور قد تكون مقاربه للنص يوم او 12 الى 16 ساعه. المشكله مثل ما قلنا هي مشكله انه بالعادات الغذائيه. شلون يعني بالعادات الغذائيه؟ احنا اغلبنا يجي على وجبه الفطور ياكل كل الاكلات الدسمه، والمشكله بعد هذا راح يقعد. زين انا بالنسبه عندي ارتفاع ضغط الدم وراح ياكل هاي الوجبه الدسمه، اكيد راح يصير عندي ارتفاع ضغط الدم. فهي هاي المشكله عندنا بالعادات السيئه بالغذاء. فاحنا بالنصائح العامه نعطيها للمرضى، اول شيء يكون الغذاء معتدل، ما يجي الوجبة كاملة يأخذها وجبة دسمة، ممكن أقسمها إلى وجبات، أقلل الوجبات الدهينة، يعني الأكل الدهين أحاول أتجنبه، خصوصا اللبن، أغلب العراقيين يحب اللبن ويحب المالح، هاي شغلة كلش لازم أنتبه عليها. يعني اللبن ما يصير يكون مالح جدا وأنا واكل أكلة دهينة وياها نشويات، وهاي كلها مشكلة. الشغلات الأغذية الأخرى اللي هي كلش مفيدة اللي لازم ننتبه عليها أثناء الفطور هي انه لازم الثوم كلش مهم بالنسبه لمرضى ارتفاع ضغط الدم. كذلك الحلويات والمكسرات، المكسرات مفيده بس الحلويات حتكون غير مفيده. الحلويات احنا ما نقدر نقول اقطعها 100%، لان اكيد الصايم يشهى السكريات وهذا، بس يتناولها بكميه معتدله. المكسرات مفيده كلش، الجوز واللوز، يعني كلها تحتوي على ماده الاوميجا 3. مادة الأوميجا 3 أيضاً متواجدة بالسمك، بس أغلب العراقيين ما يحب السمك برمضان، يعني هو السمك بمادة اليود ويعطش، يقول لك أنا منها صايم، تجيني تعطيني وأنا عطشان تجيني مادة السمك، فممكن نتضمن وجبة السمك، واللي ما يحب وجبة السمك أكيد أكل بدائل هي المكسرات. أيضاً هاي الأدوية الأغذية بشكل عام، الأغذية الأخرى هي بشكل الفواكه، الفواكه كلش مادة مفيدة لأنها تحتوي على مادة البوتاسيوم اللي أيضاً تساعد في عملية تنظيم ضغط الدم. بالنسبة للشغلات اللي احنا كل شيء نركز عليها هي مشكلة قلنا الوجبة الغذائية الكبيرة اللي راح يصير عندي، يجي الصايم أول ما يجي على الوجبة الغذائية راح ياكل كمية جدا كبيرة. هاي الوجبة الكبيرة أول شيء راح يسوي عنده خمول، راح يقعد ما راح يتحرك، ما راح يصير عندي حرك كامل للأكل اللي أكله، ذلك راح يترسب على شكل شحوم اللي هي تساعد بتصلب الشرايين هي والضغط اللي يساعد بأمراض القلب. الشغلة الأخرى لذلك اللي احنا ننبه عليهم نقول له أكل وجبة خفيفة وراها تحرك. كذلك مشكلة أخرى ايش حيصير؟ الصايم اللي حيجي ياكل راح ياكل بكمية كبيرة، وراها راح يرتفع عنده مستوى الأنسولين. مستوى الأنسولين من يبدي يرتفع راح يبدي يهبط السكر مال الدم. تلقاه ورا فترة هو أكل شبع كمل، وراها راح يرجع شنو؟ يجوع مرة أخرى. ليش؟ صعد عنده السكر بشكل عالي، وراها صعد عنده الأنسولين، رجع نزل السكر، فتلقاه هو أكل شوية ساعة ورا ساعتين ثلاثة يقول هلم البيت بعدني مجموعة بعدني شو اسمه العفو جوعان. هو لا، هو بسبب العادات الغذائية. فاحنا ننصح تكون وجبة الفطور وجبة معتدلة، وجبة قليلة، وأهم شيء يكون حصة يعطي حصة للمي وحصة للأكل وحصة إله للهواء للتنفس مالته، وتقسيم الوجبات على وجبات متعددة. وكلش مفيدة الصلاة انه تكون، ليش هو يقول لك موجودة الصلاة بعد شو اسمه؟ الصلاة أيضا تعتبر حركة وتمارين. وهذا بشكل عام عن النصائح. نتمنى لكم صحة والسلامة في شهر رمضان الفضيل. شكراً.